عليكم، كي راكم دايرين لاباس؟ اهلا الحمد لله. يا سيتي جمال، نوريكم احسن لبان بول مو في البن، في خليتي تاع البن، ما تقيل ما خفيف ما يضر ما والو. كان حمزه اللبان كان نيميرو مانيش عارف حمزه اللبان بلع خويا ولا مانيش عارف نسرع له، هاد خطره قال لي باغي يدير لي ميغراس وبالك راح ربي يفرج عليه ما على باليش. المهم ديكوفيت واحد حل العام اللي فات، دونك حكيتكم عليه على ليستوار تاعه حالو الحمد لله ديال لاكليون تاعو كاع مول حالو تخرجه كيف قال فونت كوميرس تاع لبان، قعد توجو يخدم لبان بصح لاخر سي كون كيدير كان كي كان يخدم كون دار فونت كوميرس تاعه يقعد يشارعه، مي ما دارش فونت كوميرس، ما دارش اللاك تاع فونت كوميرس تاع الهوا تاع الكوميرس تاعه اللي يعرفهمش انا نقول يفهموني، ما قدش يرفع لي دعوى قضائية، بما اني دخلكم على دعوى قضائية، دعوى قضائية الله يجيب الخير. هيا خرجه قال له بسحق حانوتي وخديك قاعد يخدم غير لبان. دوك الاسم الناس كي كانت تجي واحد من بعد الناس، انا كنت حاسب بلي لبان هو الاول، هذاك بولحية اخ عندي خطا يقول له واه ورا ما راه جاني راه يجيب سلعه ما راه جاني راه لا راه مقابل حد واحد اخر. ضربت شحال خطره كنت فايت هكا تحتها شويه بلاصه ايزولي تشوف باينه تشوف هكا بقرة مزوقينها تقول لبان، قلت لها كيف لبان حل حد هذا كيتهاش الجمعه اللي من مورا شيخ كيت هذاك البولحيه واقف على برا ويشوف الناس تدخل حامته الاول غاطته واقف باش يشوفوه بلي اش هو المعامله وتاعه وبزاف صوالح. تلاقيت مع واحد صاحبي قلت له قال لبان بلي نشوف عليك، قلت له هذاك ماشي يقول لاخر راه لهيه. دخل عند صاحبي قبل حكى له قال له واحد قال لي حسبك لهيه منا، قال له كي دخلت قال له هذا اللي قال لي بلي زعما حليت هنا، قال لي يطرو البن من عندي فوالا. قال لي لا ما يعني لا يعني انا ماني ندير هكا في راسي صداقة، اما اللي واحد ينعت واحد نعطيه يطرو البن من عندي. والله سبحان الله انا غير هكا بنيتي قعدنا والله صاحبي عندي خبر يخلص في البن، قال لا والله ما نخلص عليه. ايوا الحمد لله انا شي ايه مش هذاك يعطيني يطرو البن راني نقول هكا، والله لا مليح ناس ملاح معاملة، والله لا كل شيء في المعاملة والله. احسن لبان في كاليتي تاع لبان له منا ونطوط باش ما غادي نخرجوا فيه من هذه، لكن ندخلوا على ستاسيون ديسونس نطلعوا في الكوف ونقاروا عندها باذن الله ان شاء الله. تفكرت حاجه معليش هذا روكي بلو الحم بصح هذوك
قلبه ما يدرش من الماكلة يروح يشي تما. قال الماكلة في تيرين الماكلة لا طلعوا منا الغولف. هذه الغولف كارت تاع الغولف. هذه الغولف قلت له هذه كي لوطيرها في الغولف كي تكون كامل لا خطيني ما نشريش في الغولف فيها والو 20 مليون متر هنا وما كاش اللي لوطيرها. الله ضربك لهم خطرة واحدة الله يبارك والله ولكن كان ب 6 ملايين 7 يعني نعرف في الكورونا في الكورونا كان 9 7 ونص 8 20 طلعت ديرك يشري واحد يقول صاحبه يجيب صاحبه واحد يقول واحد يجيب صاحبه ضايب ما نبغيش خاطر يقول لك يقول لها ما نشربش ضايب لما يقول لي راكم راضي ما بغاش يدخل في راسي بها وقلقها ما تقتهش ما بغاش يدخل في راسي الضايب. البقرة هاي هذا كان كيري. أيوة السلام عليكم. سلام صاحب.